بالنسبه لنا كانت واحد الرغبه اللي من طلب من في كره القدم اللي كان خصو يصوب الفرع ديالو بالنسبه للجامعه، لا الجامعه ولا الوزاره. احنا كاين بعض الفروع اللي هما بحال كره السله اللي هو سبق وصوب الفرع ديالو. اما بالنسبه لفرع كره القدم اليوم راه كيخصو يصوب الاوراق ديالو لانه خصو يصوب الشركه، لانه المساله اللي مهمه اليوم هي حتى الشركه. وثاني خصو المسائل اللي توصل بالمسائل الماديه اللي هي موقف عليه لا في الجامعه ولا في الوزاره. انا بالنسبه لي انا استقلت، ولكن الاخوان رفضوا لي الاستقاله نظرا بغاو الجمع العام العادي باش نقرر ما نديروش خطا ديال التقرير المالي والادبي. وتنتمنوا من الله باش هذا الشهر المقبل غادي يكون ندوزوا هذا القانون، نوقفوا تندوزوا اليوم هذا القانون باش الترشيحات اللي غادي تكون، وتنعاود ناكدها تنعاود نقول انا غادي نوقف معاهم حتى اللي جا من حبابيه باش يسوق هذا النادي ان شاء الله الرحمن الرحيم، باش يكون بالقانون الجديد وفرع كره القدم حتى هو يمشي يزاول المهام ديالو باش ما يبقاش متاخر بحال الفرق الاخرى. من طبيعه الحال حنا راه هذا راه اسم من الكوكب المراكشي، راه غادي يبقى عاطيهم جميع المسائل اللي خصاتهم، ريتما يشوف الفريق يكون كبير ويضرج ويكون عنده ان شاء الله حتى هو ممتلكات ديالو. بالنسبه للخروج ديالنا من المنظومه ديال المكتب المديري فهو قرار كان بعد مناقشات طويله، يمكن مكاتب سابقه حاولوا وما تمكنوش، ولكن احنا منذ بدايه الموسم كانوا اكراهات كبيره اللي قررنا اننا نخرجوا بصفه احاديه، لان مراعاه المصالح ديال جميع الفروع ومصلحه النادي ككل، لان الكوكب مراكشي كانت تقريبا اكثر من 96 دعوه قضائيه محكومه في المحاكم وكلها تجي للمكتب المديري. الفروع كاين لك فرع كياخذ 20000 درهم في الموسم، وبالنسبه لنا حنا كنا كتجيو تاخذ ليه المنحه ديالو بسبب دعوه قضائيه لا دخل له فيها، فراه كان من المجحف ومن العار انها تكون. كان اتفاق مع المكتب المديري باش الفريق يخرج احادي النشاط، نستافدوا من الناحيه الماليه من دوك الدعم ديال وزاره الشباب والرياضه اللي مخصص للنوادي ديال كره القدم اللي توصل 7 مليون ديال الدرهم، ومن بعد لاحداث الشركه، لان كنقولها الشركه الرياضيه بالنسبه للفرع بالنسبه لكره القدم هي الحل الوحيد باش يخرج من هذه الازمه اللي فيه. كاينين المؤسسات وكاينين المستثمرين اجانب لان بهم اتصال منذ مده، وممكن من هذا المنبر نقول بان حتى الشركه اللي كنا نتحدثوا ديال الطياره اللي كنا كنقولوا بان غتكون مع الفريق، فمن المعيقات اللي كانوا هي عدم الوضوح والضبابيه اللي كانت واش الفرع متعدد ولا احادي. الان اصبحت الامور واضحه، يوم الثلاثاء غادي نعلنوا على جمع العام الاستثنائي والتاريخ ديالو باش لا متحنا للقوانين ديالنا وننتقلوا من هذه المرحله ديال الجمعيات الرياضيه للمرحله ديال الشركه الرياضيه. يمكن اليوم قرار اللي اتخذنا فهو كان قرار صائب، لان قبل ما ندخل الجمع العام توصلنا بمراجعه ضريبيه لفرع كره القدم كتوصل لجوج المليار ونص من مديريه الجهويه للضرائب، هذا مبلغ كبير. بينما الكوكب فقط فهي جمعيه، كنتفاجئ بان كاين تم احداث شركه رياضيه باسم الكوكب مراكشي في 2013. اذا كاين بزاف المسائل اللي قبل ما ندخلوا الجمع العام تفاجئنا بها. غادي ان شاء الله في الندوه الصحفيه اللي غادي تكون في غضون ديال 10 الايام المقبله غادي يكون عندنا ديك الساعه المعلومات كلها واضحه وغادي نوضحوا هذه الامور. كنشكر مره اخرى المكتب المديري على راسه السي يوسف ظاهر وجميع الاعضاء ديالو على الدعم ديالهم منذ بدايه الموسم. الكوكب كيف قلت فهي ملك كل الجماهير، ما ملكي انا، ما ملك المكتب المديري، ما ملك اي شخص، فقط الدعم. وان شاء الله كنتمنى ان من هنا لنهايه الموسم كيف نحاولوا نخفضوا النسبه ديال الديون ل 20%، وان شاء الله يجي شخص مناسب يمكن يحمل المشعل ديال الكوكب مراكشي ولا مؤسسه استشهاريه كبيره اللي غادي تقود هذا الصرح الكروي والرياضي من حسن لاحسن. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.